أما هذه القصة المتداولة وهي أن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا في مجلس لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس خالد بن الوليد وابن عوف وبلال وأبو ذر فتكلموا في موضوع، فاقترح أبو ذر في الجيش أن يفعل به هكذا وهكذا، قال بلال لا، فقال أبو ذر حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني؟ فقام بلال غضبان أسفا وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فبكى أبو ذر وقال: استغفر لي يا رسول الله. ثم خرج باكيا من المسجد، فطرح أبو ذر رأسه في طريق بلال ووضع خده على التراب وقال: والله يا بلال لأرفع خدي عن التراب حتى تطأه برجلك، أنت الكريم وأنا المهان. فأخذ بلال يبكي واقترب وقبل ذلك الخد، ثم قام وتعانق وتباكيا. هذه لا يوجد لها أصل في كتب السنة بهذا التفصيل، إنما الوارد في الصحيحين أن أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسئل عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا كما أسلفت عند البخاري ومسلم. وهذا الغلام كما قال ابن حجر رحمه الله لم يسمى، أما الرجل الذي سببه أبو ذر فهو بلال وأمه اسمها حمامة، لكن بهذا التفصيل الذي ذكر هذا لا يعلم له أصل في كتب السنة.